كم هير ابو حاتم كم هير ويش هذا يعني تعال نبي شعري مدام تكلمتوا عن السكريبت عندنا عن السكريبت يلا عطنا ابيات عشان ناخذ قصه من ابو نايف بعد قناه خير الله يجزاهم خير اي والله لهم فضل علينا ومعروف انتشارنا يستاهلون والله يستاهلون وانا حضرت الحقيقه ما حضرت السوق انتم قبلي كان ابو صالح وابو راشد كنكم حضرتوا السوق بعدين جاء بعده كاريزما ايه بعدين الله. جاء بعده البزنس ايه الله. بعدين جاء بعده عابر الله والان احنا بسكريبت اي ويبي يجي رزاق الواجب ويبي يجي رزاق الواجب فقلنا لهم بس نبي كلمه عربيه منا وبعد شوف القناه عربيه ونحن عرب صادق والجلسه صادق. عربيه طيب ليش ما تختارون لنا مثلا وحدات نعرفهن تضرب لنا بوحدتنا الله يدفع البنا نروح سمو ما ان شاء الله نبيها ونخطيها اي أيوة والله المره الجايه ان شاء الله بنختار احنا كلمه عربيه نبلغ الاداره ان شاء الله نبلغ الاداره لكن احنا الحين ما دام اختاروا اجنبي تجي قصيدتنا فيها اجنبي وش نسوي؟ روح وش نسوي؟ روح يقول السوق وكاريزما وبزنس وعابر السوق وكاريزما وبزنس وعابر قضت ويبدا بثها اليوم سكريبت ايه سكريبت السوق وكاريزما وبزنس وعابر ما شاء الله قضت ويبدا بثها اليوم سكريبت مجلس الاباء بالطيب عامر يلا لطرف احاديث المجالس تجاذبت يا سلام بروايه الراوي وباحساس شاعر شال القصايد بالهجيني وبالخبت كفو هذه هي الواقع نعم قناه المثابر يلا منهج احدها ما تغير عن السبت يا سلام. هذه هي الواقع قناة المثابر منهج أحدها ما تغير عن السبت تأخذ من الماضي تطوير حاضر وبثها بالشرق وإن كان غربت تأخذ من الماضي بتطوير حاضر وبثها بالشرق وإن كان غربت ترتيبها عالي بكل المنابر لو شفت الحساب التواصل تعجبت اي والله رسيفرك حطه عليها وناظر سلام. تلقى كلامي واقع الواقع وثبت وسيفرك حطه عليها وناظر تلقى كلامي واقع الواقع وثبت اللهم صل على سلام مثل يقول على كيف كيفك على كيف كيفك, على كيف كيفك والله ابشركم اظن والله واعلم صح لسانك يا ابو ابراهيم ما شاء الله اظن الدكتور سليمان